بعد أيام من مقتله، أين يوجد جثمان الأمين العام السابق لحزب الله؟ سؤال أجاب عنه مصدر مقرب من الحزب. حسن نصر الله دفن مؤقتاً كوديعة في مكان سري. جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من مقتله بغارات إسرائيلية، حيث قال المصدر إن صعوبة إجراء تشييع شعبي له تعود إلى التهديدات الإسرائيلية. نصر الله الذي قتل نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقع تواجده دفن في مكان آمن انتظاراً لتوافر الظروف المناسبة لإجراء تشييع جماهيري. وحذر المصدر من أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان الدفن قد تشكل خطراً. وكانت الغارات الإسرائيلية قد أسفرت عن إسقاط ما يقرب من 80 طناً من القنابل على الموقع، مما أدى إلى مقتل نصر الله وعدد من كبار قيادات حزب الله. وقد ذكرت تقارير إعلامية بما في ذلك صحيفة معارف الإسرائيلية أن نصر الله توفي نتيجة الاختناق بسبب غاز سام تسرب خلال القصف. تأكيد حزب الله لمقتل نصر الله جاء بعد ساعات من بيان للجيش الإسرائيلي. جثمانه تم انتشاله ونقله إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث لم تظهر عليه أي إصابات جسدية، وقد تم غسل الجثمان وتكفينه دون تحديد موعد لتشييعه ودفنه.